أنا عايز أبدأ على طول بافتتاح الرئيس السيسي يوم الخميس اللي فات لمصنع طبعا الغازات الطبية والصناعية. شفت هذا الافتتاح إزاي؟ وأنا عارفة إن حضرتك مهتم جدا بفكرة إن يكون عندنا صناعة يعني يعني وفي المجالات المختلفة. أنا طبعا مهتم بفكرة التصنيع الشامل من زاوية محددة، أنها الفرق يعني بين يعني هو ده اللي يميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود زي الفجر كده. لا يمكن أن تتحدث دولة عن أنها انتقلت من خانة التخلف إلى خانة التقدم بدون التصنيع الشامل. هذه ليست فكرة أيديولوجية، هذا ما جرى في العالم كله باستثناءات قليلة. طبعا في دول سلكت طريقها إلى التقدم زي دولة صغيرة جدا ووزنها الاقتصادي كبير مثل سنغافورة بفكرة الخدمات الملاحية وأشياء أخرى، لكن نحن لسنا سنغافورة، إحنا مش سنغافورة، ولا إحنا مع كامل الاحترام دبي، احنا شيء اخر. احنا بلد كبير في قلب منطقة العربية وفي رأس المنطقة الافريقية. احنا مركز عوالم ثلاثة: العالم العربي، العالم الافريقي، العالم الاسلامي. هكذا هي هبة الجغرافيا والتاريخ، وكل دولة لا يمكن ان تنخلع او تنسلخ من جلدها وتتصور نفسها شيئا اخر. يعني فيمكن أن تكون لدينا يعني خدمات ملاحية وغيرها وكذا، يعني مثلا قناة السويس هذا الأسبوع حققت في الشهر الفائت 515 مليون دولار، وده أعلى دخل شهري منذ نشأة قناة السويس، وهذا يثبت يعني صواب نظر المبكر نسبيا في 2015 بإتمام مشروع توسيع وتعميق قناة السويس. طبعا بعض انتقد هذا الكلام وقال ان العوائد ليست كافيه. هم ينظرون تحت اقدامهم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت هذه اصول يمكن ان تدر عليك مع تقدم الزمن. ثم الذي لاحظ بعدها ما جرى على خرائط الملاحه الدوليه لابد ان يؤكد صواب وجهه النظر هذه، التبكير بتوسيع قناه السويس، لان العالم الان لم يعد فقط الدوران حول راس الرجاء الصالح من جنوب افريقيا هو البديل، لا، في حاجه اسمها القطب الشمالي دلوقتي، وفي تغيرات مناخيه هائله تتيح الابحار في القطب الشمالي. وبالنسبه للقوى التجاريه الاولى في العالم التي هي الصين، يعد القطب الشمالي الذي يستخدمون فيه الى الان كاسحات جليد هبه كبيره جدا، لانها يعني تزيد في قصر المسافه الى التصدير لاوروبا او امريكا او غيرها. يعني فاحنا في تنافس عظيم جدا، التنافس ليس مقصورا فقط على ما كان يشاع من رغبه اسرائيل في انشاء قناه البحرين او شيء من هذا القبيل، لا، في تنافس دولي على فكره الملح. من هنا تبين فائده يعني باثر رجعي.